احنا عارفين السليفري جلاند بتكون باروتيد سب مانديبولار وسب لينجوال، ماشي، ثلاثه جلاند. الباروتيد جلاند الباوندري بتاعتها بيبقى قدامها الماستريك سبيس اللي هي باللون ده، الميديال بتاعها البارافرنجيال سبيس اللي باخد اللون ده، والبوستروميديال البوستيريور بورشن بتاع ده جاستريك ماسل. الكونتنت بتاعتها تبقى باروتيد جلاند وريترو مانديبولار فين اللي هو ده، والاكسترنال كوتد ارتري والفيشيال فين نمره 7 بيبقى ماشي جوه الجلاند، وبيبقى جواها اكسسوري باروتيد جلاند. في يعني احيانا في حالات بيبقى معاها اكسسوري باروتيد جلاند، ده هنشوفها في الباثولوجي، لكن دي نورمال فاريانت. بيبقى في ليمف نود جواها برضو، الليمف نود دي نورمال، انت تشوف انترا باروتيد ليمف نود دي حاجه نورمال مش حاجه باثولوجي، بس لازم الليمف نود تبقى ايه؟ يبقى مش باثولوجي، يبقى سنترال هايلم وفيها كل السب مانديبولار جلاند والسب لينجوال احنا عارفين مكانهم. السب مانديبولار جلاند بتبقى اللي دي باللون الاصفر، والسب لينجوال دي والسب لينجوال اللي بتبقى ايه؟ اللي بتبقى تحت في الفلور اوف ذا ماوس، ماشي. ودي ده السب لينجوال جلاند اللي مش هقول لك عليها باللون ده، وده سب مانديبولار، وده مانديبول وشويه المنصل اللي حواليه. طب ايه الديزيز اللي في الباروتيد جلاند؟ زي اي ديزيز كونجنيتال انفلاماتوري بناين مالجننت نيوبلاستيك على حسب. الكونجنيتال اللي بيجي في السليفري جلاند ابليزيا واتريزيا اكتوبك سليفري جلاند. و ايه الاتريزيا اللي في الليبروتيك يعني؟ هنشوف اكتوبك سليفري جلاند حاجه اسمها ستافين ديفكت هنشوفها، واكسسوري باروتيد تيشو هنشوف الحاجات دي كلها، ماشي. ابليزيا يعني عيان اتولد يبقى عنده جلاند واحده، لو بصينا احنا هنا هنشوف الرايت باروتيد جلاند اهو المشاور عليها بالارو هيد، ودي الرايت باروتيد جلاند في الكورونال ده اكزل تي 2 ده كورونال تي 1، لكن الليفت باروتيد جلاند مش موجوده، يبقى ده كونجنيتال يونيلاترال اجينيسيس في الايه في الليفت باروتيد جلاند. ده كومن يا باشا، هي رير بس لا رير، لا رير طبعا رير قوي، رير قوي عمرك ما تشوف حاله، وانا عمري شفت حاله، لكن الناس اللي بتشتغل اصل احنا مشكلتنا بص التفرقه، يعني ايه التفرقه؟ احنا مثلا لو انت في مستشفى جامعه ما عندكش دوكيومنت لحالات كتير، يعني انت لو بتشتغل في مستشفى جامعه كل حالات كل واحد بيكتب ويقلب ويكتب، لكن في حاجات المفروض تبقى دوكيومنت، شافوا حالك ايه النهارده وتسجلت فين واترفعت، يعني عارف الدنيا عندنا ايه، العمليه مش بتاع. برضه سب مانديبولار جلاند ادي الليفت سب مانديبولار جلاند، الرايت مش موجوده ابسنت، ماشي، فده برضه كونجينيتال ايه ابليزيا في الرايت سب مانديبولار جلاند، لكن الليفت سب مانديبولار جلاند موجود. احيانا الجلاند تبقى اكسسوري، يعني بالذات الباروتيد، الباروتيد ممكن تلاقي باروتيد موجوده مع اكسسوري لوب، وده ده الستينسون داكت اللي بتوصل الاثنين مع بعض، والاكسسوري لوب دي بيجي فيها تيومر اكتر، يعني لو يعني عنده اكسسوري لوب مش ميزه لانه عرضه للتيومر اكتر من الباروتيد العادي، ماشي، فده اكسسوري باروتيد جلاند. برضو ده لو بصيت انت بص الباروتيد جلاند مش احنا قلنا قدامها الماسيتر ماسل، لكن هنا في الليفت سايد هتلاقي اكستندنج لقدام جنب الماسيتر، فدي برضه اسمها اكسسوري ايه؟ اكسسوري باروتيد جلاند، اكسسوري يعني ايه زياده، حته زياده من الباروتيد جلاند، ماشي؟ وقلنا دي بيجي فيها تيومن بناين او مالجنت. احنا فاكرين خدنا الانومالي برضه اللي بتيجي في من ضمن الحاجات البرانكيال سيست اللي بتيجي قبل الاكسيرنا ديترميتس او جوه الباروتيد جلاند، دي انهي فيهم انهي واحد فيهم؟ ده الفيرست. الفيرست ايوه الفيرست صح صح، الفيرست برانكال سيست هو اللي بيجي قدام الاكسيرنا ديترميتس او يجي جوه الباروتيد جلاند، احيانا العين برضه يتولد بيه ده فيرست برانكال سيست بيجي جوه الباروتيد جلاند، هو دايما بيجي جنبها لكن ممكن يجي جواها برضه، ده اسمه فيرست برانكال سيست، لو جت السيست تبقى برانكال سيست. هتقول افرقها ازاي بالسيست العاديه؟ ممكن ما تعرفش، بس البرانكال بيبقى مولود بيها، لكن السيست اللي بتيجي الثانيه ممكن تجي له بعد كده، ماشي. برضو ال 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 البص هنا لو بصيت على الباروتيد شايف الليفت باروتيد
لكن شايف قرارات الباروتيد ممتده كلها مش اكسسوري. الاكسسوري بيبقى فيه حته في ستنسون داكت بينهم، لكن دي كل الجلاند ممتده خلال الماستريك، الماستريك ماسل على جانبها، اسمها انتيريور ماستريك برولونجيشن، يعني الجلاند حصل لها برولونجيشن خلال على جانبي الماستريك ماسل، فبيسموها انتيريور ماستريك برولونجيشن اوف ذا باروتيد جلاند. ده برضو نوع من ضمن الحاجات الكونجنيتال انومالي. ماشي. طيب الحاجات الانفلاماتوري، السالادينايت هتيجي بكتيريا لاكيوت يا كرونيك فايرال، هي زي المامس والسيتوميجالي فيروس انكلوجن بوت والبوست راديشن والساركودوزس والسالادينايتس مع في الماينور سالفي جلاند. طب انت بتعرف تفرق ازاي السالادينايتس فايرال من بكتيريال؟ تعرف تفرقهم ازاي؟ حد يعرف؟ سونار يعني يا باشا ولا سي تي ولا لا سونار او سي تي او اي حاجه راديولوجي يعني لو حصل مثلا ابسس فورميشن يبقى دي بكتيريا بقى دي بكتيريا. لا بص انا هقول لك، لا مش كده، لا الموضوع مش مهم. ممكن فيروس يحصل بكتيريا لو يجي فيها انفكشن بس هوموجينس انلارجد ما فيهاش يعني النورمال. لا 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 الفيروس بتيجي باي لاترال، البكتيريا بتيجي باي لاترال. يعني عمرك شفت عين جاله مامز ناحيه واحده بيجي له ناحيتين؟ جاله مش عارف ايه، اي الفيروس بيجي باي لاترال هياخد الجلاند الناحيتين، لكن البكتيريا بتيجي ناحيه واحده بس، هو ده الفرق بينهم. ماشي. طب لو احنا بصينا هنا هنلاقي في الرايت باروتيد جلاند كويسه، لكن شفت ليفت باروتيد جلاند سيفيرلي ديميتاس، وفي ستراندنج في السبتينيوس فات بلين، وفي حتت فيها ايه هيتروجينوس دينستي، يعني حته واخده سبعه وحته مش واخده. فده اكيوت باروتايتس، يبقى ده انفلاميشن اكيوت ليفت باروتايت ليفت باروتايتس. ماشي. اكيوت ليفت باروتايتس بيبقى ده يونيلاترال، ده بكتيريال. ممكن يكون ده اي سبب، ممكن برضو لو عيان عنده ستون في الدكت وقفلت برضو بتعمل سالك تيز يحصل سكندري بكتيريال انفكشن، لكن انت السبب بتعرفه بايه؟ لو عيان كان عنده ستون وهو بيتابع كل شويه وجاله بعد كده بكتيريال نتيجه الاستاجنيشن، لانه اي اوبستراكشن لاي سيكريشن، فالسيكريشن لما يحصل فيها ركود البكتيريا تنمو فيها، فده بيبقى ايه؟ بيبقى برضو من نوع من الباروتايتس. ماشي. طبعا في الصوره انت بتشوف الباروتايتس كويس، احنا لو بصينا هنا هلاقي عند اكيوت باروتايتس في الليفت باروتيد جلاند، لو بصينا هلاقي الاسيناي دايليتد، تمام كلها دايليتد وفيها هيتروجينوس بارينكيما وفي انترا باروتيد لينف نود رياكشن لينف نود نتيجه الانفلاميشن، لو حطيت عليها الدوبلر هتلاقي فيها انكريزد ايه بلاد فلو. وبعد كده لو بصيت في الام ار اي هتلاقي الرايت جلاند نورمال، لكن الليفت جلاند ديفيوز لارجد وفيها الدكت دايليتد جواها وهيتروجينوس برضه والفات بلين اللي حواليها فيست، فده برضو اكيوت ايه ليفت باروتايتس. ماشي. بس هو بصراحه يعني غالبا بيشخص حاجات دي كويس، ما بيحتاجش ثيوري ام ار اي بالذات مع كلينيكال. برضو لو بصينا الرايت من ليفت هنلاقي الليفت هنا نورمال، ادي الفات بلين هنا كويس، لكن الرايت برضو جلاند بقى ديفيوز لارج وباين هايبو انتنس، لفتي تو باين هايبر الانتنس بتاعتها زادت وفيها اللارجمنت والدكت بتاعتها دايليتد والفات بلين اللي حواليها برضو ستراندنج. ماشي. فده اكيوت رايت باروتايتس. طيب برضو هنا لو بصينا هنقارن الرايت بالليفت، لو بصينا على الليفت باروت جلاند اللي هي كويسه الليفت كويسه هو الفات بلين حواليها، لكن الرايت هتلاقي فيها حتت متاخده وحتت لا، حتت متاخده وحتت لا، والجلاند كلها ديفيوز لارج، ده اكيوت فوكال باروتايتس، هتلاقي حتت الباروت فيها انفلاميشن حتت لا، فده اكيوت فوكال باروتايتس في الرايت باروت جلاند. ماشي. برضه لو بصينا هنا هنلاقي الرايت باروتيد جلاند كويسه، لكن الليفت باروتيد جلاند اللي هي ديفيوز لارجد وفيها حتت هايبو دينس جواها، معناها الليمف نود حصل فيها سابيوريشن جوه الجلاند، الانترا باروتيد داكت انترا باروتيد الليمف نود حصل فيها سابيوريشن، فده برضه ايه انفكشوس باروتايتس او اكيوت باروتايتس. برضه الباروتيد ممكن تكون فيها ابسس نتيجه الانفلاميشن، لو بصينا هنلاقي في اير هنا في حته اير صغيره في البتاع ده، وابتدى يعني اير لي ابسس فورميشن مع الانفلاميشن، لو هي نيجلكتد برضه ايه بيحصل فيها ايه؟ اير لي ابسس فورميشن، فده اير لي باروتيد ابسس فورميشن.
الباروتايتس ممكن تبقى برضو كرونيك. العين لما يجي له اكوت باروتايتس وما تخفش بتقلب له كرونيك. لو احنا في السونار كرونيك باروتايتس بنشوف فيها في الصايف كالسيفيكيشن وتلاقي الهيتروبارين كما هيتروجينوس وتلاقي في حتت دايليتد ده الحتت الاسيناي دايليتد وفي كالسيفيكيشن جواها ده برضو علامه من علامات كرونيك باروتايتس. كرونيك باروتايتس لو بصيت في الام ار اي هتلاقي هنا ايه الجلاند ديفيوز مارجد في الايرلي ستيج في الكرونيك ستيج وتلاقي فيه في الساي اوف انكريز سيجنال جوه ممكن يبقى ده اماتور كالسيفيكيشن وتلاقي الحتت الاسيناي دايليتد تلاقيها باينه ايه لونها فده برضو كرونيك باروتايتس. في البروجريشن لو تابعتها هتلاقي الباروت جلاند بقت اتروفيك يعني لو انت تابعتها بعد كده هتلاقي الباروت جلاند بقت اتروفيك في الفولو اب ستادي. لو بصينا احنا هنا برضو انت لو بصيت الرايت برضو جلاندي نورمال لكن الليفت بقت شوية اتروفيك شوية ماشي وفيها سيجنال جواها ابنورمال سيجنال فده برضو كرونيك ليفت باروتايتس مع اللونج ستاندينج بروس بنحصل فيها ايه اتروفي في الفولو اب ستاتي ماشي فده ليفت كرونيك باروتايتس. برضو احنا لو بصينا هنا الليفت باروتيد جلاند نورمال لو بصينا هنا الرايت باروتيد جلاند بقت ايه فيها فاتي انفلتريشن اتروفي فاتي انفلتريشن. لو بصينا الفات ده هنشوف نعرفه ازاي فاتي في التي 1 باين هايبر انتنس لما عملنا له فات سات لقينا الفات ده حصل له ايه سبريشن ماشي وحجمها صغير بالنسبه للرايت فده كرونيك باروتايتس ابتدى يحصل فيها ايه اتروفي في الرايت باروتيد جلاند ماشي. طيب لو احنا بصينا هنا على الشكل ده هتلاقي الرايت سبمانديبولار جراند ديفيوزلي سولن وفي ديفيوز انفلاميشن اكستندنج للرايت بلاتيزما مسل وفي ايرف ابتدى يحصل فين في السب في السب مانديبولار سبيس ماشي يبقى ده اكيوت سبمانديبولار انفلاميشن وعمل ابسس سب مانديبولار جلاند حصل فيها انفلاميشن وكونت ابسس والابسس ده اكستندنج للسب مانديبولار ايه سبيس وفي اير فلويد ليفل وشاف الليفت بلاتيزما مصل كويسه مش هقول لك عليها بالسهم لكن الرايت بلاتيزما مصل انفولفد بالانفلاميشن ماشي وده في الكورونال ده الانفلاميشن والهواء ابتدى يتكون ادام هواء اتكون وادي الهواء برضه اكستندنج للسب مانديبولار سبيس ادام هواء اتكون يبقى في ابسس ايه اي هواء تشوفه في اي بتاع ده يبقى غالبا ابسس الا لو عين واخد بايوبسي او محقون العين بتحينه في الشولدر في الحته دي كورتيك سترويد وحاجات دي ممكن تشوف فيها هواء بعد الحقن بيومين ثلاثه ده طبيعي ماشي فده سبب دوبل جراند فليميشن حصل مع ابسس فورميشن. برضو احيانا ادي لو بصينا الرايت باروتيد جلاند وده الليفت ايه الفرق بينهم لو شايف الليفت بص الليفت فيها هواء جواها ماشي فالهواء ده معناه ايه معناه انه في انفلاميشن فدي يسمها نيومو باروتيد زي نيومو ميديا ستاينم نيومو مش عارف اي حاجه يعني نيومو سيفالس ونيومو ففيها اير جوه مين جوه الليفت باروتيد جلاند اسمها نيومو ايه نيومو باروتيد لو شفتها لوحدها لكن لو معاها برضو فيها مايلد انفلاميشن لكن لو انك شفتها لوحدها تقول عليها نيومو باروتيد. برضو احيانا نيومو باروتيد ده اكستندنج لل يحصلوا دايسكشن اكستندنج للمسل ستيرنو ماستويد مسل فده نيومو باروتيد اكستندنج الونج ستيرنو ماستويد مسل شايف الهواء هذه يسال حاجه فده نيومو باروتيد اكستندنج للايه للستيرنو ماستويد مسل معناها حصل سيفير انفلاميشن ده حصل في اير والاير دايما عينين النيورو البتاع ده اللي بيبقى بيون كومبرومايز عين الدايبيتك عين مش عارف ايه فجاء فيهم لما يجي فيهم باروتايتس جامده ويحصل فيها ايه نيومو باروتايتس واكستندنج للستيرنو ماستويد مسل الهواء اللي جوه الباروتيد جلاند. طيب لو احنا بصينا في السونار احنا السونار بنشوف احسن ستيولي مراي احيانا بالذات في الحاجات اللي زي الباروتيد والحاجات دي بسوفيشال بروب لو هنلاقي هنا هنلاقي ايه الباروتيد جلاند فيها ليجن والليجن ده ويل ديفايند وفي حتت كالسيفايد جواه ماشي لو بصينا في الام ار اي بوست كونتراست الليجن ده واخد مارجنال انهانسمنت واخد ايه واخد انهانسمنت في المكان اللي حواليه
ماشي. فدي انتربروتد ليمف نود وفيها كالسيفيكيشن، وفي الام ار اي لما اتحانت خدت انهانسمنت في الجدار بتاعها. فدي غالبا يعني هو العين عنده تي بي، فدي تيوبركلس ايه تيوبركلس ابسس في الليمف نود الموجوده جوه الباروتيد جلاند. ماشي. لكن السونار بيشوفها حلو قوي، بيشوف الحته الكالسيفايد ستراكشر جواها ويشوف الليمف نود نفسها. بس لما حانتها في الام ار اي خدت كونتراست في البريفرال بتاعها، في البريفرال مارجن بتاعها. طيب احنا لو بصينا على الجلاند دي تي 2 وده تي 1 بوست كونتراست، ايه الفرق بين التو جلاند؟ الرايت جلاند كبيره مش كده، والانهانسمنت بات بتاعها عالي. لو بصينا الدكت بتاعتها، شايف الدكت بتاعت الباروتيد جلاند طالعه طالعه، وفي جوه منها سيجنال فويد ستراكشر في اخرها. فده ايه السيجنال فويد ده؟ الستون. فالستون عملت اوبستراكشر للدكت، فحصل ايه؟ حصل باروتيد سيال بتاع ده انفلاميشن يعني، او سيالي ليسيسيس يعني حصل فيش. فخدت انهانسمنت في البوست كونتراست ستادي نتيجه الستون عملت لها اوبستراكشن. ماشي. كان زمان الستون نقعد نعمل سايلوجرام وبتاع مش عارف ايه، بس بعد ما طلع السي تي والمالتي سلايس ما بقاش نعمله. كان موضوع يعني مزعج جدا. انا كنا نشتغل تجيب العيان تعصر له ليمونه في بقه عشان نشوف الدكت بتاعت الباروتيد او الدكت بتاعت السب مانديبولار. يعني بتاعت الباروتيد دي كانت اسهل شويه، بس الدكت بتاعت سب مانديبولار جلاند سب لينجو كانت صعبه جدا. نقعد نحاول كتير عشان نجيبها ونعملها كانوليشن نحن فيها صبغه عشان نشوف الستون. بس بعد ما طلع المالتي سلايس دي ايه سهل لنا، ما حدش بقى يعمل سيلوجرافي ده. تمام. فده بيرتو سيلو ليسيسيس نتيجه الايه نتيجه الاوبستراكشن في الستون. طيب احنا لو بصينا هنا هنلاقي الجلاند فيها area of abnormal density hyper dense lesion واخد enhancement. ماشي. لو نزلنا تحت شوية نلاقي معايا multiple cervical lymph node. ده حاجة اسمها كيمورا ديزيز. عارفين ايه الكيمورا ديزيز؟ حد فيكم قرا عن كيمورا ديزيز في السليفر جلاند؟ حدش قرا حاجة عن كيمورا؟ الكيمورا ده عباره عن ايه؟ بيبقى ابسي لاترال او ممكن يبقى يوني باي لاترال. بيبقى بتاع ده انفلاميشن في السليفري جلاند مع مالتيبل سيرفايكال لينفادينوباسي. الراجل وصفه اسمه كيمورا فسموه باسمه. هتلاقي الكيمورا ديزيز ده عباره عن بتاع ده باروتايتس معاها مالتيبل سيرفايكال لينفادينوباسي باي لاترال او يوني لاترال، او سمانديبولار سالادينايتس معاها برضه مالتيبل سيرفايكال لينفادينوباسي. فده اسمه كيمورا ديزيز. برضو احنا لو بصينا هنا هتلاقي الرايت باروتيد جلاند فيها بتاع ده ومعها مالتيبل سيرفايكال لينف ادنوسي. شايف الليمف نود الموجودين في الابر سيرفايكال لينف نود، واخدين الابر ولور كله دي ليمف نود. فده ايه الراجل وصفه اسمه سيرفايكال كيمورا. فده عباره عن مالتيبل لارج سيرفايكال لينف نود ومعاه باروتايتس. هو يا باشا ده يفرق ايه عن الباروتايتس العاديه؟ ما هو اي عيان باروتايتس لازم يكون عنده سيرفايكال لينف نود. بص لا بيبقى اكستنسيف ده الكيمورا، بيبقى مالتيبل مليانه لينفنود، بيبقى مليانه. وهنبقى باي لاترال الكيمورا، هتشوف حالات اوريك حالات باي لاترال. لكن هو اللينفنود بتاعته بتبقى السيرفايكال، لكن الباروتايتس العاديه ممكن تلاقي معاها انت باروتيد لينفنود بس، ممكن ما تلاقيش معاها سيرفايكال. بس ده بيبقى معاه مالتيبل سيرفايكال لينفادينوسي. ماشي ماشي. ده اسمه كيمورا ديزيز. الراجل وصفه اسمه كيمورا. لو بصيت هنا بص هتلاقي في بايلاتر باروتايتس. ماشي. لو نزلت تحت هتلاقي في مالتيبل سيرفايكال لينفادينوماسي. لو نزلت في الكاتس تحت ده برضه اسمه كيمورا ديزيز. وانا عارفه كيمورا ده يا دكتور ان هو في ليجن بيتلاقوا تحت السكين بتاعت الهير، يعني تحت الشعر بتاع الهيد والنك. ده انا كنت في كيمورا. الكيمورا ديزيز برضو بيبقى معاه حاجات في البلاد، بيبقى معاه ليمفوبينيا ومعاه مش عارف ايه. اقرا بس هيدخل عليها النت هتقرا. هو اميون ديزيز. اميون ديزيز بيبقى معاه مش عارف عن ليوكوبينيا ومش عارف معاه شويه حاجات تانية بتشخصه ويساعدك تقول عليه كيمورا. لكن انت كراديولوجي اللي بتشوف باروتايتس او سب مانديبولار ادينايتس ومعاها مالتيبل سيرفايكال لينفادينوماسي. لكن هو معاه حاجات تانية هي اللي بتشخصه، مش راديولوجي بس. لازم معاه مش عارف ايزينوفي حاجات كده في البلد، انا مش متذكرها كويس. ادخل على النت بس اكتب كيمورا هيطلع لك وتقرا كيمورا. تمام.
برضو هنا لو بصيت برضو ادي اهو، بص ده عندك الباروتيد جلاند فيها انفلاميشن وكبيره وبتاعه، فيها مالتيبل ليمف نود، ادي ليمف نود في السب مانديبولا، ليمف نود في اللونجيت في السيرفايكال وبايلاترال، فده برضو اسمه التيموره. ايه التيموره دي؟ وعشان الاسم حلو انا شفته وجبت منه حاجات كتير، عجبني اسم الراجل يعني. ماشي طيب، لو احنا بصينا على ده، ايه ده الجلاند دي، انهي جلاند فيهم؟ طب مانديبولر. طب مانديبولر في فرق بين الاثنين؟ في فرق طبعا. شوف الرايت دي نورمال والفات بلين حواليها كويس، لكن الليفت دي فيها ايه السيجنال الانهانسمنت باترن بتاعها كتير، فيفيدلي انهانسد، والفات بلين حواليها سموتلت او فيها يعني اوبليتريشن فات بلين، فده برضو ايه ليفت سب مانديبولر ايه انفلاميشن، هو او سيلادينوز يعني نتيجه اي سبب بكتيريال داكت مالت قفلت وعملت فيها، يعني انت تقعد تبحث على السبب، فده برضو ليفت مانديبولر سيلادينوز او سيلادينايتس. برضو الديفيوجن بيدينا يعني تعرفين ديفيوجن بيضيف لنا حاجات كتير، فمن ضمنها لو اي انفلاميشن فيه بيبقى معاه هايبر ايه هايبر سيلولاريتي، بالذات لو كون ابسس، لو مع ابسس كمان احنا عارفين عارفين قصه الاكسترا سيلولار فريود، الديفيوجن بيعتمد على الاكسترا سيلولار فريود، ففي حالات الابسس بيبقى البروتينيشيس ماتيريال في ريستريكت ديفيوجن، يعني الميه ما بتعرفش تعدي جوه الصديد فيديك ريستريكت ديفيوجن، فده عيان عنده باروتايتس وفي الاب حصل له ابسس، فلما عملنا له ديفيوجن باين الابسس في ايه ريستريكت ديفيوجن في الليفت باروتيد جلاند، فده باروتيد ابسس ومعاه ريستريكت ديفيوجن. ماشي، فحتى لما تعمل انت عيان عنده برضو انفلاميشن في السيريفري جلاند وانت عارف اعمل له ديفيوجن مع برضه عشان تتاكد ايه ما فيهوش ابسس. برضو احيانا الحاجات اللي تجيلك برضو ممكن يجيلك عيان في سيستيك ليجن واخد الضغط بتاعت الديب لوب في الباروتيد جلاند، ممكن يجي سيستيك نتيجه اوبستراكشن من اي حاجه، ممكن يجيلك سيستيك ضغط، ودي عشان تفرقها بينها وبين السيمبل سيستيك بتبقى واخده شكل الضغط يعني تيوبولار ستراكشر وماشي الكورس بتاع الضغط نتيجه اي ان كان سبب فيها اوبستراكشن او في سبب فيها اي حاجه. ممكن برضو السيست تجيلك سيست عادية، ممكن تبقى ريتينشن سيست أو سيست عادية جوه الباروتيد جلاند، هو برضو ده ريتينشن سيست في الرايت باروتيد جلاند والجلاند كبيرة. الريتينشن سيست هتقول لي سببها ايه؟ نتيجة برضو obstruction، حاجة في بروتينشن ماتيريال قفلت جزء من الدكت يول بتعمل درينج المكان ده، حصل فيها ريتينشن سيست نتيجة اي سبب بتاع الobstruction. طيب في حاجات برضو بتيجي في الباروتيد جلاند، حاجات انومالي زي الفينو لمفاتيك مالفورميشن، لو انت بصيت هتلاقي في سيستيك ليجن واخد مالتي كومبارتمنت، واخد الريترو فرينجل، واخد الباروتيد، واخد الريترو بتاع ده ورا المانديبول، ومعاه حتت فيها لونها هايبر سيجنال وفي حتت فيها لو سيجنال، فده يعني معناها فيها اير فلويد ليفل، فده برضو المعنى بيقول لك في هيموريج جواها، فده في حالات الفينو لمفاتيك مالفورميشن، حاجات تبقى كونجينيتال ويحصل فيها انفلاميشن او يحصل فيها ثرومبوز، ده الفينو لمفاتيك مالفورميشن. دي حاله ثانيه فينو لمفاتيك مالفورميشن، هتشوف في مالتيبل اريا سيستيك ليجن موجود واخد بارافرينجال سبيس واخد باروتيد وما حته برضو في ثرومبوز جواها، فده الفينو لمفاتيك مالفورميشن في الليفت باروتيد جلاند. دي حاجه تبقى كونجنيت بس لما يحصل فيها انفلاميشن تبان، يعني ممكن عين مولود بيها وما تبانش، لكن يحصل فيها ثرومبوز او يحصل فيها انفلاميشن فتظهر العين يبتدي يبحث يقول لك ده في سويلنج عندي هنا، تقعد تعمل له سي تي او ام ار اي فبتشوف الفينو لمفاتيك مالفورميشن. في برضه الاوتو اميون ديزيز زي الشوجرين سيندروم، الشوجرين ده بيبقى في مالتيبل بايلاترال باروتيد جلاند سيست، تلاقي البوست باروتيد جلاند كبار وفي ملانين مالتيبل سيستات سيستات سيستات، ده مشهور الشوجرين ديزيز ده، هتلاقي البيشنت عنده لارج بوست باروتيد جلاند ومعاه مالتيبل سيست جواها في الشوجرين ديزيز او شوجرين سيندروم. برضو الشوجرين في اللونج ستاندنج ممكن الجلاند كلها تريليست باي فات، لو بصيت الجلاند كلها بقت كلها زي الفات زي سبكتينس فات برضو، فده في الاند ستيج شوجرين ديزيز ممكن الباروتيد الجلاند يبقى ريبليست باي فات كلها في اللونج ستاندنج ديزيز.
العينين بتوع الايدز، بس احنا في مصر ما فيش ايدز عندنا. العينين بتوع الايدز اي ليجن يجي في الـ في الـ في البتاع ده في الباروتيد جلاند بيسموه ايدز ريليتد باروتيد ليجن، بيبقى عباره عن ايه ده ليمفو ابيثيليال ليجن زي السيستات بالظبط، بيبقى بايلاترال بس قلنا ده ديفيوز ديزيز، مش 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 بيبقاش يونيلاترال بس ممكن يبقى ناحيه اكتر من ناحيه. فالعينين كل العينين الايدز بيجي لهم الليجن ده، بيقول لك سيستيك ليجن في الباروتيد بيسموه ايدز ريليتد باروتيد ليجن، وده عباره عن ليمفو ابيثيليال سيستيك ليجن بيبقى موجود في البوست باروتيد مع باروتيتس برضو ايه الناحيتين، بس مور على الليفت سايد بس في بتاعه ده الام ار اي بتاعه. فكل عينين بتوع الايدز هيجي لهم اي ليجن في الباروتيد فبيسموه ايدز ريليتد باروتيد ليجن. فاكرين انتوا في الايدز العينين بيجي لهم ايه تاني في الايدز؟ كنا خدنا حاجه في الليمفوما اكيد الليمفوما كابوز ساركوما الليمفوما كابوز ساركوما وفي البريم برضو اي عيان يجي لك الليمفوما وتوكسوبلازموزس توكسوبلازموزس فيرسس ليمفوما. لكن لو ايدز ديزيز غالبا بتبقى توكسوبلازموزس، واحيانا بيبقى التفرقه صعبه تعمل ديفيوجن بيقول لك في الليمفوما تبقى ريستريكت ايدز ريليتد ليك وانكفالوباسي غير فهي الايدز توكسوبلازموزس دي مشهوره قوي يعني يجي له ليجن في البريم في ايدز بيقول لك توكسوبلازموزس على طول. هي نفس القصه يعني يجي له حاجه في الباروتيد يبقى ده اسمها ايدز ريليتد باروتيد ليجن. ماشي يعني برضو عين برضو عنده ايدز وعنده بايلاترال ليجن في الباروتيد جلاند، فدول اسمهم الليمفو ابيثيليال سيلز او بروليفراتيف ليمفو ابيثيليال سيلز، فيبقى بس ناحيه اكتر من ناحيه او ايه او ايدز ريليتد باروتيد ليجن او ليمفو ابيثيليال سيلز مش في العينين الايدز. ماشي ده برضو نفس الكلام، عين عنده ايدز وعنده برضو ليمفو ابيثيليال ليجن في الباروتيد جلاند. ماشي فده برضو شجر انه في مالتيبل سيست في الباروتيد جلاند والبص باروتيد جلاند ابير اللارج. ماشي ده يعني الليجن ده بيبقى سهل في الباروتيد، لو احنا بصينا هنلاقي فيه فات دنسيتي ليجن موجود في الرايت باروتيد جلاند فده انترا باروتيد لايبوما، بيبقى سهل ده ما حدش بيغلط فيه يعني لو جه حتى في وفي السونار بيبقى صعب شويه، لكن في ستيو الامراي بيبقى سهل شويه. برضو نفس الكلام ده سمول ولا يعني ده يعني هو نفس العين بس ده صوره ودي صوره، فده برضو انترا باروتيد ايه لايبوما. ماشي فالدنسيتي ازاي زي سبتينس فات لو قست الهونسفيلد هتلاقي ايسر من ماينس 15 لماينس 30. برضو البنايل ليجن بيجي جوه الجلاند فيها نيرف، اي حاجه فيها نيرف جواها زي الفيشال نيرف ممكن يطلع منها شوانوما او نيوروما، فبرضو الباروتيد جلاند ممكن يطلع منها ايه شوانوما. فلو بصينا فيها نلاقي في ويل ديفايند ليجن بين هايبو 51 وبين هايبر 52 لما اتحان صبغه في الصبغه هنا في النص واخد بوست هوموجينس انانسمنت، فالويل ديفينيشن والكابسوليشن ده بناين فاتشال فطلع ايه شوانوما، شوانوما انترا باروتيد شوانوما، فمشهوره لانه فيها نيرف اي في حاجه فيها نيرف يجي فيها فيها شوانوما ونيروما. برضو ده ليجن لو بصينا هنلاقي فيه الدنس بتاعته فيه حتت كالسيفايد اللي بين هايبو سيجنال دي والسيجنال بتاعته قريبه من الفات شويه او يعني هايبر انت سلايتلي هايبر دنس، فبرضو الديرمويد والايبيديرمويد بيجي في الباروتيد فده ديرمويد ليجن موجود في الباروتيد وفي كالسيفيكيشن في النص. برضو الايبيديرمويد او الديرمويد نفس الكلام بيبان في التي 2 برايت وفي التي 1 ايه مور ليس ايزو سيجنال، فده برضو لو عملت ديفيوجن بيبان ريستريكت ديفيوجن. الديرمويد والبتاع ده والايبيديرمويد احسن حاجه تعمل لهم ديفيوجن، لو عملت ديفيوجن هتلاقيهم ريستريكت ديفيوجن في البروتوكول بتاعها. برضو ضمن البنايل ليجن كتير بنشوفها الهيمنجيوما، عارفين الهيمنجيوما بتيجي دايما بريزنتد في اول من سنه لاربع سنين وبعد كده تقعد تكبر كل شويه، ولو عملنا الام ار اي بنلاقي في التي 2 بنلاقي هايبر ايه هايبر انتنس، وده الام ار في بتاعها باينه ايه البلد سبلاي بتاعها والدرينج فين باين بتاعها الهيمنجيوما. فالهيمنجيوما كتيره جدا من ضمن البنايل ليجن كتير بتشوفها في البروتات في الاطفال، وفي السونار بيشوفها حلو قوي. السونار بتحط عليها ايه عشان تشوفها كويس؟ تحط عليها دوبلر، لو حطيت عليها دوبلر تلاقي في فاسكولاريتي عاليه دي هيمنجيوما، والحتت اللي جوه ده اما بلاد السيجنال فويد يا اما كالسيفيكيشن يا اما بلاد فيسل اللي باين في التيتو ده. ماشي
فالسونار بيشخصها حلو جدا، بالذات السوبرفيشال بروب. انا مرعوب من الجهاز لحسن يفصل تاني، اسرع شويه واشوف ايه السوبرفيشال حاول الراجل يشوف. فالهيمنجوما بنشوفها كتير في البتاع ده، في السونار في الاطفال يجي لك عين بيبلس سويلنج موجود في الرايت باروتيد او ليفت باروتيد، تعمله سونار ولو حطيت عليه دوبلر تلاقي فيه انجريز فاسكولاريتي ده هيمنجوما. برضو لو بصينا ليجن هنا باين في تي 1 هايبو، في تي 2 باين هايبر، كل ما علينا التي ار بيزيد الانتنس بتاعته. لما حالنا سبقها واخد ايه بوست كونتراست، واخد انهانسمنت في البوست كونتراست ستاتي، لكن كل ما تعلي التي ار بيعلى يعلى ينور ينور. فده برضو تيبيكال للهيمنجوما في اي حته في الجسم، فتيبيكال للهيمنجوما. برضو العيانين كتير انا الحالات دي شفتها، يبقى واحد مولود بسويلين كده في برودت كبير. كان وريتكم حالة عندي في المستشفى لو حد حضر الفيلم دي، كانت واحدة من الفيوم كبيرة سنها 70 سنة وجاية مش عارف جاية بعد السن ده كله بالسويلينج ده. فهي كان يعني زار ابنها كان سافر السعودية يعني وجاب قرشين، فجأت تدور على نفسها بعد سن 70. فبرضو الليمفانجيوما بتيجي في الباروتيد من الحاجات بتيجي سويلينج كبير جدا. الليمفانجيوما مشهورة في الباروتيد، الليمفانجيوما بتيجي حاجات مولود بيها العيان وتكبر كل شوية، بس تيجي عند سن معين وتوصل حجمها يوقف، بس يبقى دايما لارج ليجن في الباروتيد جلاند. الليمفانجيوما برضو من حاجات زي اي الليمفانجيوما بتبقى كده داخله في كذا حته براي فرينجل سبيس وطلع على الباروتيد وطلع مش عارف في الباراس باينال ليها اكستنشن كتير. العينين برضو بيعملوا سيربرال انجيوغرافي، ممكن عين يعني عمل سيربرال انجيوغرافي وقالوا دايسكشن فحصل له سودو انيوريزم، فممكن يجي السودو انيوريزم يجي في البرانش اللي مغذي الباروتيد، فده عين قالوا سودو انيوريزم في الباروتيد جلاند. برضو لما حقنا انجيوغرافي باين السودو انيوريزم مليان صبغه في البتاع ده في الحقن بتاع الصبغه، السودو انيوريزم ممكن يجي في الباروتيد جلاند يعني رير بس ممكن. العينين عندهم برضو نيورو فايبروماتوزيس، لو بصيت في العينين اللي عندهم بليكسيفورم تايب 1 يعني هتلاقي نيورو فايبروما ممكن تاخد الفيس الوش كله، ممكن برضو اكستندنج للباروتيد. فده عين عنده نيورو فايبروماتوزيس تايب 1 بليكسيفورم تايب، فتلاقي الباروتيد جلاند انفولفد باي نيورو فايبروما، النيورو فايبروما كلها انفولف الرايت باروتيد جلاند. لو بصيت على الليف باروتيد جلاند هتلاقي نورمال، لكن الرايت باروتيد جلاند انفولفد او انفلتريتد باي بليكسيفورم باترن في النيورو فايبروما. ده البناين اللي يعني ده الحاجات الكونجنيتال كلها ماشي، كونجنيتال الانفلاماتري كلهم خلصناه. وهندخل في النيوبلاستيك. النيوبلاستيك الباروتيد يا بناين يا مالجنانت. البناين بتمثل تقريبا 65% والمالجنانت 35%. 90% في البناين بيبقى بليومورفيك ادينوما او هيمنجوما. هيمنجوما تشوفها في اي تشوفها في واحد كبير مش لازم يعني تبقى عنده كونجنيتال بس تبان في ايه، وال 10% الاظهر. المالجنانت بيبقى الميكوبيدرمويد والاسيناي سيل كارسينوما 60% وال 40% بقيه الحاجات ماشي. هنشوف الليجن ادي اهو، ده المالجنانت ليجن دول كلهم اللي بيطلعوا من السليفري جلاند كلهم، ودول بناين ماشي، ودول الهيماتو ليمفويد الهوجكن والانواع الليمفوما والبي سيل ومش عارف ايه، والسوفت تيشو زي الهيمنجوما والليبوما ماشي. طيب الجدول ده بيورينا بيقول لك الباروتيد بناين ومالجنت اكتر حاجه البيومورفيك ادينوما بتمثل 44%، بعد كده الوارتوس تيومر ده 18، بعد كده السكويمس يعني كل حاجه عاملها لك برقم ماشي. طيب بيقول لك في قاعده اسمها قاعده رول اوف 80%، بيقول لك 80% في السليفري تيومر بيبقى في الباروتيد، 80% بناين و80% من البناين بليومورفيك ادينوما، و80% في البناين ليجن برضو بيبقى لوكيتد سوبرفيشال لوب، و80% في البليومورفيك ادينوما برضو ارايزنج في الباروتيد جلاند ماشي. يبقى احفظ قاعده ال80، 80% في الباروتيد في السليفري جلاند بيحصل في الباروتيد، 80% بناين و80% فيهم بليومورفيك ادينوما، و80% في البناين بيبقى سوبرفيشال لوب، 80% في البليومورفيك ادينوما في الباروتيد جلاند ماشي، 20% بيحصل في السبلينج والسبلينج. والموست يبقى الموست كومن في البناين قلنا البليومورفيك، والموست كومن مالجنت الميكوبيدرمويد كارسينوما ماشي. وده الهيستوري العيني مش عارف ايه بين فلوكويك وانفلتراتيف، ده اللي ازاي سبسبكتد مالجنس يبقى بين فلوكويك بسرعه انفلتراتيف ايدج ويل ديفايند وريجولار انهانسمنت ولوكال مع لوكال ادينومسي ولو ميدل سيجنال في التي 2 وديفيوجن ريستريكشن، ده علامات يقول لك ده مالجنانت تيومر.
ماشي. في ليها دلوقتي المالجنت تيومر والبناين بيعملوا لهم حاجات كتير، بس احنا في مصر ما بنعملهاش. بيعمل دايناميك ستادي ويعمل له كيرف وبيعمل له اي دي سي ماب وبيقيس لك الاي دي سي ماب، بيقول لك ده بالرقم كذا يبقى ده بناين، الرقم كذا يبقى مالجنت. مش لو عايز تعرفها انت تعرفها، لو مش عايز تعرفها تعرفها. ده برضه الكيرفات، ده كيرف البناين، ده كيرف المالجنت، ده كيرف مش عارف الكونتروفيرشال، يعني لو انت عايز تعرف حاجات دي اقراها. ماشي. برضو الاهم من الكيرفات الاي دي سي ماب، بيقول لك الاي دي سي ماب لو مش عارف اقل او واحد او اقل من واحد بيبقى ده بناين، لو اكتر من واحد بيبقى مالجنان. طيب تايب ايه وتايب بي؟ تايب سي بيبقى برضو اكتر من 1.4 او اقل من 1.4، اقل من 1.4 بيبقى بناين، وده اكتر من 1.10 بناين. مش مهم الطيبات دي حسب الكيرف، بعد ما يعمل لك الكيرف يطلع لك ده تايب 1 تايب 2 تايب 3 وتايب 3. بعد كده من بعد الكيرف هيطلع تعمل منه الاي دي سي ماب، الاي دي سي ماب وتقيس اللي يديك قرايه، هتقول قرايه دي عباره عن ايه، بناين ولا مالجنت على حسب الرقم بتاعها. مش مشكله في مصر عندنا حدش بيهتم بالكلام ده، هم بره عشان شغالين بس في الابحاث والكلام ده بيهتموا بالكلام ده. طيب لو جينا احنا نبص هنا على البروتيد جلاند، هعمل لها كيرف برضو، والكيرف تطلع منه كذا، وعمل لها برضو ايه الديفيوجن. ماشي. لو بصينا احنا هنلاقي في ويل ديفايند ليجن واخد الرايت بروتيد جلاند جاي في السوبرفيشال لوب بتاعها، والويل ديفينيشن والكيرف بتاعها ده كله يقول لك ده ايه. ولو هو بيقيس برضو هنا قايس لك، بس انا مش عارف اقرا الرقم اللي جوه، قايس لك الاي دي سي ماب بتاعها طالع كام. فده برضو كل القياسات والحاجات دي كلها مطلع لك ده ايه، بناين ليجن البليومورفيك اديلوما موست كومن، يعني غالبيه اي ليجن نشوفه بروتيد ويل ديفايند وبتاع غالبا بيبقى بليومورفيك اديلوما. ماشي. برضو نفس الكلام، في ليجن واخد الديب لوب بتاع البروتيد جلاند سوبرفيشال، وعم عامل له برضه ديفيور، عامل له اي دي سي ماب، والاي دي سي ماب قايس الرقم. لو هو مطلع بالكيرف والديناميك، عامل له دايناميك ومع الكيرف مع الحاجات دي بيطلع كله، بيقول له ده برضه ايه في الاخر، ده بليومورفيك ادينوما في الديب باروتيد، ديب باروتيد جلاند او ديب لوب في باروتيد جلاند. السي تي برضه احنا بنشوف ده ليفت باروتيد نورمال، رايت باروتيد جلاند فيها ايه، ويل ديفايند ليجن واخد سوبرفيشال لوب ومع يعني ماشي واخد انهانسمنت، هذا برضو ده البليومورفيك أدينوما. ماشي. برضو لو بصينا هنا البليومورفيك أدينوما واخد الرايت باروتيد جلاند، وده الانهانسمنت بتاعها واخد هيتروجينوس انهانس، بس ويل ديفايند والمارجن بتاعها كابسوليتد، واللو تلاقي لونج ستاند واخد. فاحنا نقول لك من زمان عندي الحته دي ورمه وقاعده عليها فتره طويله ما بتكبرش ما بتعملش. برضو الرايت باروتيد البليومورفيك أدينوما في الرايت باروتيد جلاند، برضو هنا برضو الليفت سايد فيها الليفت بليومورفيك أدينوما في الليفت باروتيد جلاند واخد السوبرفيشال لوب برضو فيها، وده الانهانسمنت بتاعها. برضو ادي سي تي، السي تي برضو ده بس دي سبمانديبولار مش سبمانديبولار جلاند، برضو فيها ليجن، والليجن ده واخد انهانسمنت في الام ار اي، فده ويل ديفايند وشاربلي مارجينيتد، والمره والبوردر بتاعه كويس. برضو ده بليومورفيك أدينوما، ممكن بليومورفيك أدينوما تبان في الهارد بلد او السوفت بلد، فدي دي ليجن وخدوا منه بايبسي في الهارد بلد، فبرضو ده طلع ايه بليومورفيك أدينوما، مش لازم في الجلاند بس، يعني ممكن تبان في السوفت بلد او الهارد بلد. دي الاثنين دول تو ليجن بليومورفيك أدينوما. برضو ادي ليجن اهو في الجلاند ويل ديفايند وشاربلي مارجينيتد ومش عارف ايه وهوموجينس انهانسمنت، برضو ده ايه البروتيد واخد سوبرفيشال لوبز بروتيد جلاند برضو بليومورفيك أدينوما. نفس الكلام ليجن، وفي ده كالسيفيكيشن حدث سيجنال فويد جواه، وادي الديفيوجن وادي الاي دي سي ماب. برضو قايس لك في عند البي بي بي 1000 الديفيوجن ويت ام في البي 1000 عامل فيه ريستريكتد ديفيوجن، برضو ده ايه بليومورفيك أدينوما. كتير قوي بليومورفيك أدينوما اكتر حاجه، اكتر ليجن انت لو بتشتغل في النك في الجلاند تشوف بليومورفيك أدينوما. برضو ده ليجن اخد سوبرفيشال لوب، وادي عايز لك برضو عامل لك لي كيرف دايناميك كيرف بتاعه، وهطلع لك الاي دي سي ماب. لو بصيت في الاي دي سي ماب هتلاقيه مثلا ده بتاع دي، هتلاقي اقل من واحد، برضو ده بناين، البناين برضو غالبا البليومورفيك أدينوما هي الموست كومن في الجلاند. برضو الالترا ساوند بيشوف البليومورفيك أدينوما ويل ديفايند، او بيبقى هايبوكوك ليجن، وبيبقى الفاسكولاريتي بتاعتها في البيفري مش في السنتر، برضو علامه من علامات دايما الملايين بيبقى في السنتر مش في البيفري. وده السي تي بتاعها باين في السب مانديبولار جلاند، سب مانديبولار ليفت سب مانديبولار جلاند، برضو دي بليومورفيك ايه أدينوما. ادي برضو رايت سب مانديبولار جلاند فيها ليجن، وليجن في الالترا ساوند باين ويل ديفايند، وفي في فاسكولاريتي بسيطه، وفي السي تي باين ايه في الرايت سب مانديبولار جلاند برضو دي بليومورفيك ايه أدينوما رايت سب مانديبولار جلاند.
برضو بليمورفيك ادينوما قلنا ممكن تبان في الهارد بلد او تبان في التانج, مش لازم في في الجلاند بس, لانها بيبقى فيها في السليفري جلاند فيها اكسترا, مش سليفري تيشو, بيبقى في حته ثانيه فيها سليفري تيشو غير غير السليفري جلاند بس. فده باين في البيز اوف ذا تانج وروف اوف ذا ماوس, برضو واخد منها بيوبس 3 ايه بليمورفيك ادينوما. والان كانت جايب ديسفيج برضو رايت بروتيد جلاند ده, ولو شفت في ليجن والليجن ده ايه ويل ديفايند وباين في تي 1 هايبر في تي 2 هايبر, في حته سيجنال فويد جواه ممكن تبقى كلاسيفيكيشن برضو دبليو مورفيك ايه ادينوما. نفس الكلام برضو رايت بروتيد جلاند فيها ليجن, والليجن باين ايه سوبرفيشال لوب ويل ديفايند مارجن وما فيهوش انفلتريت, مش عامل انفلتريشن لاي سراوندنج ستراكشر ولا عامل ماهوش لينفلود ماهوش حاجه برضو دبليو مورفيك ادينوما في البروتيد لايت بروتيد جلاند. ممكن البتاع يجيلك بقى ايسبرج تيومر, يعني بص البروتيد جاي ايه اهو جاي في الديب لوب وداخل عامل زي الايسبرج, فده برضو بليمورفيك ادينوما ايه سموها ايسبرج تيومر او الليمف بليمورفيك ادينوما او ايسبرج كونفيجوريشن. برضو الوارتوز تيومر برضو من كومن تيومر بتيجي جوه الجلاند جوه البروتيد جلاند, هو برضو احيانا بتلخبط بينه وبين البليمورفيك, بيبقى في لخبطه فيه, بس هو السيجنال بتاعته بتبقى هيتروجينس, ثاني بتبقى كلها هوموجينس لو كذا وبرايت كذا, لكن ده ممكن تلاقي فيه هيتروجينس سيجنال في تي 1 وفي هيتروجينس سيجنال في تي 2. ده وارتوز تيومر برضو من ضمن الليجن كتير بيجي في البروتيد جلاند. احيانا البروتيد ما بتبقاش ما بتوصلش الحل فيها, بتاخد منها فاين نيدل اسبيريشن بايوبسي, احيانا ما بيبقاش عارف البروتيد ده بناين ولا مالجنت, فهو البيوبسي هو اللي بيحل الموضوع. برضو ادي وارتون تيومر نفس الكلام, هتلاقي الليجن باين برضو هيتروجينس في حتت بيضاء وسودا في تي 1 وفي تي 2, في الانهانس بتاعه بياخد الهوموجينس انهانسمنت وعامل له كيرف برضو ليه الكيرفات وعامل له اي دي سي ماب وقايس الرقم بتاعه بيطلعه انه ده ايه ده بناين ولا مالجنت, بيطلع الحاجات دي بتقول لك بيديك فكره. برضو دواء في البيوبسي طلع وارتون تيومر, كتير قوي الوارتون تيومر بنشوفه في البروتيد جلاند. برضو نفس الكلام ادي البروتيد تيومر موجود في الرايت بروتيد جلاند ده ويل ديفايند ومارجينيتد, موجود في السوبرفيشال في القصدي في السرايت سب مانديبولار جلاند برضو, وده في البروتيد واحد في البروتيد واحد سب مانديبولار, فدول برضو طلعوا وارتون تيومر في البيوبسي. نفس الكلام برضو واخد الليفت باروتيد جلاند هيتروجينوس انهانس هيتروجينوس سيجنال, وبرضو في الانهانسمنت واخد هيتروجينوس سيجنال هيتروجينوس انهانسمنت, ده برضو وارتسون تيومر. ده برضو نفس الكلام حاجه صغيره في الرايت باروتيد جلاند واخد هيتروجينوس انهانسمنت, بس هو بيفرع على ادينوما السيجنال, الثاني بيبقى هوموجينوس ده بيبقى هيتروجينوس, هو الاثنين لكن احيانا بتلخبط بينهم. لو اتلخبط خد بيوبسي ايه ده ريكارنت تيومر بعد مش له من بعد اللوكال اكسيشن. برضو لو بصينا ليفت روت جلاند هتلاقي فيه هيتروجينس ليجن, في بص في تو سيجنال في لو وفي هاي سيجنال وايزو هاي سيجنال, برضو في التوان بيبقى هيتروجينس ليجن. بدا برضو ايه ليفت وارتون تيومر في الليفت بروتيد جلاند. برضو نفس الكلام ادي هيتروجينس ليجن, وفي الانهانس بتاعته بيبقى هيتروجينس برضو الوارتسون تيومر في البروتين جلاند. نفس الكلام ادي برضو ادي الليجن سي تي بتاعه وادي الام ار اي بتاعه وادي الالترا ساوند وادي ايه الديناميك انهانسد ستادي في الارتيريال فيز, بيعملوا له برضو دايناميك وبيشوف الانهانس باترن بتاعه, ده الستير وده التي 1 بتاعه. لو احنا بصينا في الستير والتي 1 هنلاقي الهيتروجينس سيجنال عشان نعرف نفرقه بين البيومورفيك بينوفيك, بيبقى الهوموجينس سيجنال بيبقى التي 1 كله هايبو والتي 2 بيبقى هايبر, لكن ده بيبقى هيتروجينس سيجنال في ايه في الوارتونس تيومر في سيستيك وسولود كومبوننت فات انفلتريشن. برضه نفس الكلام وارتون تيومر لارج في هيتروجينس سيجنال في هايبو هايبر واخد انهانسمنت اي في سي تي هيتروجينس انهانسمنت. طيب كده خلصنا الوارتونز وخلصنا البليمورفيك ادينوما. برضه احنا قلنا الليمفنجيوما, الليمفنجيوما تبقى
تسرح في كل حته، دي واخده مالتي كومبارتمنت، تلاقي سيستيك ليجن وداخل جوه في البارافرينجيا سبيس وداخل البارا سباينال داخل، تلاقي يعني حاود في كذا حته. فده الليمفانجيوما من ضمن التيومر بتيجي في الباروت جلاند، بنايت تيومر بيجي في الباروت جلاند ماشي. بس هو بيبقى سيستيك، عشان تقول لي ما هو في تي 2 باين هايبر زي الهيمنجوما، لا الثاني ده سوليد لكن ده سيستيك. سيستيك ليجن بيبان هيتونيوم، بيبقى واخد مالتي كومبارتمنت داخل في البارافرينجيا سبيس وداخل في البارا سباينال برضه، ده ايه الليمفانجيوما. نفس الكلام برضو الموست كومنت مالينجنت تيومر في الباروتيد قلنا الميكوبيدرمويد كارسينوما. الميكوبيدرمويد بيبقى دايما في السونار هايبو، اي حاجه هايبو في السونار تلاقيها مالينجنت غالبا. كل ما زادت الهايبوكينستي بتاعتها كل ما زادت البوسيبيليتي اوف مالينجنسي. برضو في السي تي هتلاقي ال ديفايند مارجن، وهتلاقي الليجن واخد ديفيوز، واخد غالبيه الباروتيد جلاند، والانهانسمنت باتري بتاعه ايه مالهوش، ممكن ياخد بريفرال ممكن ياخد هيتروجينس على حسب. برضو ده ايه الميكوبيدرمويد كارسينوما في البروتيد جلاند. دايما التيومر مالينجنت بيبقى سلو رابيد جروينج، والعين حاسه بيها مره واحده ومع لينفنود في السيرفايكل، كله ده بيحبزك. لكن انت ما عرفتش بتطلب بايوبسي في البروتيد، لان البروتيد جلاند من ضمن التيومر بيجي فيها. لو تيومر عمل انفلتيشن في النيرف العين بيبقى عايش طول عمره بفيشيال بولسي وديفورميتي في الفيس، فلازم البروتيد تيومر، فبيهتموا جدا بتوع الاونكولوجي بحالات البروتيد تيومر. لو احنا بصينا هنلاقي في ليجن هنا ال ديفاين مارجن، وباين لو ايزو تو هايبو سيجنال في تي 1، وفي تي في تي 2 باين برايت سيجنال. في الانهانس بالباترن بتاعه واخد ايه الجدار بتاعه واخد انهانس، بس المارجن بتاعه ال ديفايند، فده تديك البوسيبيليتي انه مالجنت. ففي البايوبسي طلع ميوكوبيدرمويد كارسينوما، وده الموست كومن مالجنت تيومر بيجي في البروتيد جلاند. برضه نفس كلامها الليجن ال ديفايند مارجن والسيجنال بتاعته هيتروجينس، باينه في تي 1 ايزو، في تي 2 باينه هيتروجينس سيجنال، في الانهانسمنت باتري واخد هيتروجينس انهانس، وبرضه ده ميوكوب ايدرمويد كارسينوما واخد رايت بروتيد جلاند. برضه نفس الكلام ده اهو، برضه في ليجن هنا ال ديفايند في التي 1 وده التي 2 بتاعه، في الانهانس بتاعه واخد ايه واخد انهانسمنت، واخد مور ليس هوموجينس انهانسمنت، وده ممكن يكون بلاد فيسل جوه او ايه او 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 كالسيفيكيشن. برضه ده ايه الميوكو ابيدرمويد تيومر في الرايت باروتيد جلاند. طيب لو احنا بصينا هنا في الـ في الـ في الـ في الباروتيد جلاند، انهي الابنورمال انهي النورمال؟ الابنورمال اللي في السايت طبعا، لا في سيجنال ويل ديفايند ليجر، ما لهوش المارج بتاعته مش معروف، خد تي 1 ولا تي 2 بتاعه، لما حنا سبق خد ايه هوموجينس مرور ليس هوموجينس برضه، ده بيوكو ايدرمويد كارسينوما في الليفت باروتيد جلاند. برضه نفس الكلام، ادي الليجن اهو، لو بصيت في انفلترت في ليجن واخد سوبرفيشال والديب لوب والمارجن بتاعته ال ديفايند ماشي، واخد هيتروجينس انهانسمنت، يبقى برضه ده الميوكو ابيدرمويد كارسينوما، هو ده الموست كومن تيومر في الباروتيد جلاند. نفس الكلام برضه، ادي الليجن اهو واخد ايه واخد الرايت باروتيد جلاند الديب لوب تمام، وداخل في السب الستايلو مانديولار سبيس، وداخل باراسباينال انتيرو باراسباينال كومبوننت. في طبعا ده السونار بتاعه، في البص دايما السونار المالجنت تيومر تلاقي الفاسكولاريتي في النص، لكن البلاين تلاقي الفاسكولاريتي على البريفرال مارجن، دي كومن لان التيومر بيكبر من النص بيحصل له مالتيكيشن، لكن البلاين ليجن بيبقى البلاد سبلاي على البريفرال مارجن ما فيهوش فاسكولاريتي عاليه، لكن ده الفاسكولاريتي العاليه في النص هتلاقي دي مالجنت. في البوست كونتراست واخد هيتروجينس انهانسمنت، ده برده بيكو بيدرمويد واخد الديب باروتيد جلاند ماشي. برضو ادي الليجن ده مش لو بسيط فيه الديفاين وملهوش مارجن ومش عارف تحدد له حدود، واخد برضو السوبرفيشال واكستندد للديب لوب، لكن ملي في السوبرفيشال لوب. لو بسيط في الانهانسمنت واخد برضو هيتروجينوس انهانسمنت في البوست كونتراست، برضو ده ميوكو بيدرمويد تيومر برضه نفس الكلام. يعني ده لو بصيت من غير انت حتى ما تقول ده مالجنت على طول، اي ليجن ال ديفايند مارجن واخد هيتروجينس انهانسمنت في البوست كونتراست ستادي، ده ايه برضه مالجنت تيومر. يطلع ميكوبيدرمويد يطلع زي ما يطلع، لكن هو الموست كومن تيومر في زي البناين البيمورفيك ادينوما، هو في المالجنت الميكوبيدرمويد كارسينوما في السليفرنج لاند هم الموست كومن. برضه لو بصينا هنا هنلاقي
في ليجن موجود في الديب لوب بتاع البروتيد جلاند، وما اعرفش دي انهانسمنت ولا كالسيفيكيشن جوه. شايف الليجن ده ال ديفايند مارجن ديب تو ذا المانديبول، المانديبول بودي، البودي اوف سيمانتيبول ماشي، واخد كل الديب لوب كلها انفلتريتد برضه داخل على السوبرفيشال لوب، وليه انتيرو بارا سباينال كومبوننت والمارجن مش عارف تحدد ماشي، ما اعرفش دي انهانسمنت ولا كالسيفيكيشن. برضه طلعت حاجه اسمها ادينويد سيستيك كارسينوما في البايوبسي، واخد الديب لوب بتاع البروتين جلاند. نفس الكلام ادي برضو ليجن واخد الديب لوب بتاع البروتين جلاند كلها واكستندنج للبارا سباينال والبارا فرينجل سبيس، والعين ده ممكن يجيلك بالسفيج لانه ضغط الابر ايروي سبيس. فده برضو طلع ايه، طلع سيستيك كارسينوما في الديب لوب بتاع البروتين جلاند. السكويمس كارسينوما ده فيري رير، ممكن تيجي برضو في الجلاند. احنا بصيناها برضو نفس الكلام، انت تطبق الليجن وادي ده السونار بتاعه وادي ده الام ار اي بتاعه، هتلاقي الليجن ال ديفايند واخد هيدروجينس انهانسمنت في البوست كونتراست ستادي، يبقى طالع في البايوبسي ادينو كارسينوما في الرايت بروتو جلاند. خلاص احنا قربنا نخلص يعني. برضو نفس الكلام، ادي في ماس واخده الباروتيد جلاند وال ديفايند مارجن مش عارف تحدد الحدود بتاعها، في الهانسمنت واخده هيتروجينس انهانسمنت، بس ده واخد انهي لوب، السوبرفيشال ولا الديب؟ واخد الاثنين، السوبرفيشال وداخل على الديب، لكن مين اللي في السوبرفيشال؟ برضو ده وده معلم لك على الليجن بالخصوص. برضو ده طلع باروتيد ادينو كارسينوما في البايوبسي. يعني الليجن ده احنا قلنا نقول عليه بناين اكتر مش مالجنت، لانه ويل ديفايند مارجن وفي حته ممكن تبقى كالسيفيكيشن الحته اللي جواه اللي سيجنال جوه الليجن ده، وفي الـ وفي الانهانسمنت واخد ايه برضو المور ليس هيتروجينس انهانسمنت، بس طلع في البايوبسي اسيا كارسينوما اسيماي سيل كارسينوما في البايوبسي. لا بص برضو الليجن ده ادي السي تي بتاعه وده الام ار اي بتاعه، لو بصينا في الام ار اي هنلاقي الليجن اللي فايند مارجن واخد هيتروجينس انهانسمنت، السي تي برضه بيزود لنا ده كالسيفيكيشن اللي جواه، والليجن هيتروجينس في سيستيك سوليد كومبوننت، وفي البوست كونتراست ستادي واخد مور ليس هوموجينس انهانسمنت، برضه طلع ايه اسيناي سيل كارسينوما في الرايت بروتيد جلاند. طب احنا لو بصينا على الليجن ده لو في السي تي هنلاقي الدنس بتاعته هيتروجينس، فيها لو سيجنال وفيها هايبر هايبر وهايبر ماشي، ده الام ار اي بتاعه، برضه هتلاقي في حتت فيها فات وحتت ما فيهاش فات، يعني نتيجه اعتماد على الفات في البيوبس طلع لايبوساركوما. هما يعني لو بصيت في الدنسيتي الحتت اللي جواه دي اللي باينه هايبو دي في السي تي ده الفات، وده البيتر ستراكشر الدنس ستراكشر بتاع التيومر، فطلع في البيوبس ده لايبوساركوما. لما يعني لما انت ترجع للسيجنال هتلاقي برضه تقول ده سيجنال فات اللي جواه والبيت سيجنال ده سوفت تيشو سيجنال، اللايبوساركوما في الرايت باروتيد جلاند. الليمفوما برضو ممكن تيجي في الباروتيد، كتير الليمفوما بتيجي في الباروتيد بالذات العين لو عنده هيستوري في الليمفوما، ممكن تيجي بيونيلاترال ممكن تيجي بايلاترال، بس انت بتشخص الليمفوما بناء على ان انا عندي ليمفوما، لكن لو انا ما عنديش ليمفوما ما بتقدرش تقول في ليمفوما في الباروتيد جلاند. فلو بصينا لغايه باروتيد جلاند مارج ديفيوزلي انفلتريتد سوبرفيشال برضو دي بلوب الاثنين بس سوبرفيشال اكتر، مع الليجن ده هوموجينس ليجن واخد هوموجينس انهانسمنت في البوست كونتراست ستادي برضو ده ليمفوما في الرايت باروتيد جلاند. الليمفوما برضو بيفيدنا فيها ديفيوجن، احنا قلنا اي ليمفوما الديفيوجن بيبقى فيها هايبر سيلولات فتلاقي ريستريكتد ديفيوجن، فلو بصينا في الديفيوجن هنا لا الليجن ريستريكتد ديفيوجن، فده برضو الليمفوما في رايت باروتيد جلاند، وبيعملوا له الدايناميك كيرف بيقيسوا الاي دي سي ماب عشان يقول لك ده بناين ولا مالينت، لكن هو كل العين احنا عارفين عنده ليمفوما وفي ليجن ظهر في الباروتيد وعملنا له ديفيوجن ريستريكشن يبقى غالبا ده اي ليمفوما حتى من قبل الدايناميك وقبل الاي دي سي ماب بيقيس البتاع بتاعه. برضو الليمفوما ممكن الليمفوما تيجي لك في البلاتال ريجون، يعني البلاتال ريجون هنا فيها برضو الليمفوما في الماينور سليفري جلاند، لانه في البلاتال ريجون فيها ماينور، احنا قلنا الميجور هما الباروتيد والسبمانديبولر والسبلينجول، لكن الماينور سليفري جلاند ممكن تلاقيها في السوفت بلات، ممكن تلاقيها في البتاع ده في السوفت بلات او تلاقيها في التانك، فده لو فيهم ليجن برضو بي 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 وفي الهيستوباثولوجي بنشوفه انه ايه ده الليمفوما موجود في الماينور سليفري جلاند في البلد في الليفت بلد الليفت سوفت بلد. برضو الليمفوما في الليفت باروتيد جلاند لو احنا بصينا فيها هنلاقي في مالتيبل ليمف نود، وهنا غالبا وده ليمف نود برضو لكن الليفت باروتيد انفلتريتد بماس ومعها مالتيبل سيرفيكال ليمفادينوس، العين معروف عندي ليمف
لينفوما، فدي برضو لينفوما في الليفت باروتيد جلاند. ماشي. البيت سكان برضو في الليمفوما يعني بيفيد، يوريك الحتت اللي فيها اف دي جي ابتيك زياده الانفلتريتد بالليمفوما. برضه عندي الليمفوما والليمفوما انفلتريتد الليفت باروتيد جلاند، وده في الهوموجينوس واخده هيتروجينوس انهانسمنت في البوست كونتراست ستادي. برضه الليمفوما في الباروتيد جلاند يعني بصين هنا في ماس ومعها مالتيبل سيرفايكال ليمفادينومس، والعين عنده الليمفوما فبرضه ده ايه دي لنفهم على طول نتيجة الهيستوري برضو بتاعها. يعني ممكن تبقى هوجكن أو هوجكن على حسب، يعني برضو العين ده عنده ايه، عنده برضو لنفهم في الـ في الـ في الباروتيد ليفت باروتيد جلاند، وده الديناميك كيرف بتاعها في البوست نان هوجي، طلع لنا هوجكن ومعها مالتيبل سيرفايكال ليمفادينومس. برضو الليمفوما في التي سيل لينفوما في يعني ده كلها شخصيات هيستو باثولوجي، دي لينفوما في الرايت باروتيد جلاند لما عملوا لها باثولوجي طلعت لارج تي سيل لينفوما. الرابدوميساركوما برضو بتيجي في الباروتيد جلاند فيري رير، بس دايما في الاطفال. يعني قلنا الرابدوميساركوما دي ده ديزيز بتاع اطفال، فده عين عنده رايت باروتيد جلاند هيتروجينوس كليان سيستيك سوبر كومبوننت واخد الجلاند وال ديفاند مارجن، وفي في البايوبسي لما طلع رابدوميو ساركوما، يعني رير قوي الرابدوميساركوما تشوفها في في البتاع ده. السبمانديبولا جلاند برضو في ماس موجوده هنا في قصدي في البتاع ده في الـ في الـ في الـ في الجلاند الليفت سايد هنا، فده برضو في البايوبس طلعت ايه بتاع ده سكويمر سيل كارسينوما في الهيستوباثولوجي بتاعها. برضه ريكارنسي في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الجلاند او في الليمف نود بتشوفه كويس في البيت سي تي، يعني ممكن تبقى سي تي شويه الليمف نود صغيرين او ماينور سيلولار جلاند انفولفد بالريكارنس، بتشوفهم في حالات ايه، في حالات سكويمر سيل كارسينوما مثلا عنده ريكارنس سكويمر سيل كارسينوما ومعاه الليمف نود بايلاترال، فانت شايف الليمف نود في والماينور سيلولار جلاند انفولفد برضه في الـ في الـ في البيت سي تي، بتشوف الحتت اللي فيها ابتيك عشان تقول والله انا عندي الانفلود مع ريكارنت تيومر اللي اتشال ده ريع في ريكارنس ولا البيت بيورينا، يعني بيدينا صور يعني استفاده كويسه. برضو في رايت باروتيد ليجن انا شخصيا ده لو بصيت فيها اقول عليه بناين، يعني ويل ديفايند مارجن والفات بلين حواليه كويس، لكن عينه كان عنده تيومر في حته ثانيه ماشي، نتيجه التيومر في حته تانية وظهر تيومر في روتي يبقى ميتاستاتيك، العين كان عنده مثلا رينال كارسينوما او عنده حاجه تانية، فبرضه الميتاس فيري رير يجي في باروت، فده ميتاستاتيك لينف نود طالعه من السكن في سكويمس سيل كارسينوما في الهيد، يعني كان عنده سكويمس سيل كارسينوما في الهيد وجاله ليجن في الباروتيد، فبناء عليه نتيجه انت الهيستوري ده ميتاستاتيك رايت باروتيد جلاند. برضو العين ده نفس الكلام كان عنده ليجن في حته تانية وجاله تيومر في الرايت باروتيد جلاند، فبرضو ده ميتاستاتيك ليمف نود من يعني العين غالبا اللي فات هو نفسه بس عامل ام ار اي عنده سكويمس سيل كارسينوما في السكن. ماشي اخر سلايد، في ماس موجوده فين في الرايت باروتيد جلاند، ماشي ماس كبيره والديفند مارجن واخده من الليفت لوب، فده برضو العيان كان عنده ايه نيزوفارينجيال كارسينوما وحصل له ايه ميتاستاسيس في الرايت باروتيد جلاند. كده خلصنا كل محاضره السليفري جلاند.